دلوقتي هنعمل كسكسي بالدجاج والتفاية أو اللي هو الدجاج والبصلة والزبيب. هنحتاج فراخ متقطعة سليمة براحتك، حزمة كزبرة وبقدونس، قرفة خشب، سمنة، التوابل هتبقى ملح، فلفل أسود، كركم وجنزبيل. بالنسبة للبصل أو التفاية مقادير بتاعتها هتبقى معانا 2 كيلو بصل متقطع جوليان أو متقطع شرايح كده، كزبرة ناشفة، جنزبيل، ملح، فلفل أسود، كركم برضو عيدان خشب، سمنة، وعندنا هنا زبيب. الزبيب أنا هو مغسول ومتنظف وكان منقوع في مية. وللتزيين عندنا لوز محمر وبيض مسلوق. يلا هنسمي كده ونبتدي. عايزة أجيب بس بولة. أحب أول حاجة لما أجي أعمل الفراخ أتبلها لوحدها على جنب وبعدين أبقى أحطها على النار مع البصل بتاعها والتتبيلة بتاعتها. طيب عايزة أجيب بايركس نحط فيها الفراخ أتبلها. هنا هي نفس التتبيله اللي انا هحطها في الحله، بس بحب ان انا اتبلها على جنب بحيث بحس انها جلدها بيتشرب التوابل اكتر. هنعيد التتبيله اللي معانا: ملح، فلفل اسود، جنزبيل، كركم وسمنه. دي التتبيله اللي انا هحط دلوقتي مع بعض. وهحط عليها حتة سمنة، فهخلط التتبيلة كلها بالسمنة. يلا بسم الله. هستبل الفراخ كويس قوي، حطها هنا بس، ونكمل الحتت اللي فاضلة. خلاص كده الفراخ انا تبلتها شويه. يلا بسم الله نحط الزيت وهنحط بصل. وننزل الفراخ. انا بحط الجلده الاول تحت. هنحط دلوقتي التوابل التانية الأساسية، بس أنا مش هحط ملح دلوقتي عشان حطيت ملح في الأول. نزود نص معلقة جنزبيل والكركم نفس القصة. نزود المعلقة الصغيرة الفاضلة من السمنة وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. نقلبها بس كده تتشرب. هنحط عودين قرفه. كده البصل خلاص بدا يدوب، بدات تاخد شويه في السوا بتاعتها. هنزود ميه، بس هنزود ميه كفايه علشان تسجيه بيها او علشان نحطها على الكسكس في الاخر زي ما عملنا في الكسكس الاولاني اللي هو بالخضار. الصوص اللي احنا بنحتاج في الاخر علشان نحطها على الكسكسي علشان يتشرب وياخد للطعم. يلا نحط بسم الله ميه كفايه. نحط خضره ونقفل عليها ونخليها تستوي. ناخد حله، ناخد الزيت بسم الله. طيب هنحط البصل بسم الله. الخضار بتاع الاكله دي هو البصل، علشان كده احنا معانا كميه 2 كيلو بصل. وكده كده البصل بعد ما بتدي يستوي البصل بيدوب، بس هو الخضار بتاع الاكله دي هو البصل والزبيب. نفس التوابل اللي احنا حطيناها في الفراخ هنا ما عدا الكزبره ناشفه هي اللي زياده عليه. هنا مش هنحط ملح كتير جدا علشان احنا هنحط السكر، بس علشان برضو حته ملح عشان تكسر الحده بتاعه السكر عشان ما يبقاش مسكر بزياده، فاحنا حطينا شويه ملح. كده حطيت الملح، فلفل اسود، هحط كزبره ناشفه، جنزبيل، كركم،
عواد قرفه ونقلب. ميه قليله جدا عشان بس ما يتحرقش. بس معلقتين كبار ميه او 3 معالق، مش كميه كبيره. ونسيبه على النار. في الوقت اللي انا كنت مستنيه فيه انه البصل على بال ما ياخد السوا بتاعه كده، اخد 3/4 سوا. هننزل بالزبيب. بسم الله. معلقتين سكر. نقلب تاني. فكنت بقول في الوقت اللي انا كنت مستنيه فيه البصل ان هو ياخد الذوبان بتاعته، الفراخ خلاص كانت استوت، شلتها خليتها على جنب لحد ما بردت وتصفت. هدهنها بحته سمنه وهدخلها الفرن تاخد الوش، وبعدين على بال ما الزبيب يكون داب ونقدم على طول. والصوص بتاعتها اهي، المرقه ديالت المرقه بتاعت الفراخ دي اللي هنمرقوا بيها الكسكسو. نجيب صينيه رص فيها الفراخ، عطى السمنه بتدوب، وبعدين ندهنها وندخلها الفرن. طيب هنجيب الفرشه، السمنه هنا عند دوبناها، ندهن الفراخ. خليها طبعا الفراخ بتطلع وتفضل لحد ما تبرد وبعدين تدخل الفرن عشان اللحم بتاعها يمسك كويس في بعضه. هسيبيها تبرد براحتها وبعدين دخليها حمريها. بس كده، كده تمام قوي كده. دي هندخلها الفرن. نحط الصوص على بال الفراخ ما تتحمر. يلا يلا بسم الله. نمرقوه. يلا بسم الله. يا دوب تاخد وش خفيف. نص بقى الفراخ. بسم الله. ونحط اللوز، وبنزينها برضو بالبيض.